بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البيم. والواحد مفيش وقت إن هو يقدر يبدأ 10 دقايق بسبب إن الواحد بيرجع من الشغل تعبان، ففي البريك إن شاء الله هنتكلم سريعا على نقطة البيم. في ناس كتيرة جدا يمكن سألت السؤال ده مثلا 20 مرة في يوم واحد، إيه الفرق بين الريفت والبيم؟ هل هو البيم هو الريفت؟ ولو اشتغلت بيم يبقى أنا كده اشتغلت ريفت؟ في لخبطة في الموضوع، وفي ناس كتيرة جدا جدا شفتها للأسف شغالة ريفت وعارف الأوامر بتاعت ريفت وعارف ترسم حوائط وعارف، بس مش شغالة بيم. ايه بقى الفرق وايه المشكلة وايه اللخبطة ديت؟ البيم ببساطة Building Information Modeling، ان انا اعمل موديل كامل في كل البيانات اللي انا ممكن احتاجها. طب ده ايه لازمته وايه اللي مخلي الناس كلها عمالة تتكلم عنه وعامل صداع والحاجات دي كلها؟ اولا بيوفر ليا فلوس كتيرة جدا، اللي انا بعد ما اعمل مبنى افاجئ ان في حاجه مشكله غلط فاضطر ان اكسر، وتقريبا ما فيش مشروع بيتعمل سواء في الشرق الاوسط او في بريطانيا او امريكا غير لما لازم بعد ما بتبني بتلاقي في حاجات انت نسيتها او في حاجات ما تعملهاش كوردينيشن كويس فاضطر تكسر وتبني. يعني مثلا ايه، في ناس كان في مستشفى في الدول العربيه بدون ذكر اسامي السعوديه، الراجل عمل الحسابات ان في صاج تكييف هيمشي من هنا يدي كل الغرف المتجاوره، ومش عامل في حسابه ان في كاميرات. طب ايه النتيجه؟ ان هما عشان يضطروا ان هما يركبوا اضطروا ان هما يكسروا الكاميرات، كان الكاميرا بقت اصبحت حمل مش اصبحت بتشيل، تمام، لان اضطروا ان هما يكسروا كاملا من النص، تمام. فنقطة ان الواحد يشتغل بيم ده بتوفر كتير جدا، ولذلك في دول كتير اهتمت بيها، لدرجة ان رئيس امريكا نفسه اوباما اتكلم عن موضوع البيم، وبريطانيا عملت يوم يعني سنة معينة في 2016 لازم المشاريع كلها تسلم بيم، ودبي عملت كده، سنغافورة، وكل دولة بقى لها عاملة كود معين للبيم. فالموضوع مش موضة خلال كام شهر هتخلص، لا الموضوع فعلا مهم وفي جامعات كتير بتدرسه. حتى اخر يعني الحاجات المهمه بالنسبه لنا ان سوريا بدات تهتم بيها وتبدا تدرسه في الجامعه، زائد ان في بريطانيا كذا جامعه بتدرسه، وفي كذا دوله في امريكا خلاص الموضوع بدا يدرس، ونتمنى ان هو يتطبق في الدول العربيه ان هو يدرس الموضوع دوت اثناء الدراسه الاكاديميه او اثناء الدراسه بتاعت الهندسه. طيب دلوقتي بيلدينج، يعني احنا بنتكلم في المباني، ما بنتكلمش في اي حاجه بره المباني، بس هو مش مجرد مباني بس. يعني لو قلنا في طرق، في بنية تحتية، ده يدخل تبع البيم؟ اه يدخل تبع البيم، مفيش مشكلة. طيب information، ايه بقى المشكلة في information؟ ناس كتير بتنسى الحرف الاي اللي في النص ده، مظلوم قوي. يعني هو موديلنج بيعمل موديل، تمام، بيبدأ يعمل موديل، بس هو ما بياخدش باله ان انا مش مطلوب مني اعمل موديل زي 3 دي ماكس او زي الاوتوكاد 3 دي انا او السكتش اب. انا عايز ادخل موديل، انا سهله جدا لما اعمل سيلكت للعنصر اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجها عن العنصر دوت. بمعنى لو انا علمت على الحائط اعرف الحائط ده ايه، طب الدهانات اللي فيه بره ايه، الحيطه نفسها نوعها ايه، هولو بلوك ولا عايز اعرف ارتفاعها من كام لكام، عايز اعرف حجمها قد ايه. يعني طب ده هيسهل عليا ايه؟ هيسهل عليا كتير قوي. ابسط حاجه موضوع الحصر، انا خلاص دخلت الموديل هقول له اعمل لي حصر يطلع الحاجات ديت، تمام. تاني حاجه الكلاشات، هقول له اعمل لي كلاشات بين الحوايط مثلا والمواسير او التكييف او اي حاجه، اعمل لي بين الابواب والكاميرات والاعمده، تمام. فتلاقي كل الحاجات دي وفرت عليك وقت كتير قوي. ولو انت بتشتغل بالاوتوكاد بتلاقي نفسك حليت مشكلة بان انت زحت صاج فالناحية التانية تضرب. دي حصلت معانا في كذا مشروع، ان يعني الواحد مثلا مش مركز في المسار كله، انت بتغير صاج ماشي في ممر مثلا 20 متر، فانت بتحرك من حتة حتة تانية بتضرب، فمحتاج ان انت ايه كل شوية تعمل تشيك على الحتة اللي انت كنت عملت عليها تشيك قبل كده. انما هنا لا، انا بقول له اعمل لي حصر، اعمل لي كوردينيشن، هو بيحل كل المشاكل، تمام. لما انا يكون معايا الموديل كامل معمول بيم مظبوط مش معمول ريفت، الريفت برنامج كويس ما بقولش ان هو وحش، هو بعض احد البرامج الكويسه اللي ممكن تعمل موديل بيم. يعني البيم ده فلسفه
وليس برنامج، مفيش برنامج اسمه بيم، هي في فلسفه زي ما واحد يقول لي تحليل انشائي. طيب ايه البرنامج اللي بيحققه؟ عندي ساب، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا. في برامج كتيره بتحقق التحليل الانشائي، تمام. فهو ليس مقتصر على ريفيت، في برامج تانية اقوى منه، في برامج تانية زيه، في برامج اقل منه. مش هي دي القصه. قصه ان انا عندي الفكره ان انا اطلع موديل مظبوط فيه كل المعلومات اللازمه. المهم بالنسبه لي ان يكون في كل المعلومات اللي احنا محتاجينها ايا كان البرنامج المستخدم. يعني لو انا جيت على الاوتوكاد وحطيت فيه ادوات تخليني اعمل الابواب والشبابيك والحيطان زي اوتوكاد ارتكشر، تمام، خلاص يبقى انا كده الموديل اللي طلع لي دوت، لو عملت سيلكت على العنصر اعرف هو ايه واعرف كل المعلومات اللازمه، خلاص ده يبقى ايه، يبقى كده بيم. السكتش اب فيه اداه بتتصطف فيه بيحوله البيم، ببدا ارسم حوايط يبقى عارف ان ده حوايط، ارسم شبابيك بعرف ان دي شبابيك، ارسم اي حاجه انت عايز ترسمها تعمل لها موديل ما فيهاش مشكله. بس المهم ان انت تكون بدخل معلومات مظبوطه. سيريد ماكس حتى الان ما فيش اي اداه بتحوله لبيم، بس هو مش مطلوب منه يبقى بيم، هو مطلوب منه جوده كويسه، وهو كويس في الحته دي ان هو بيعمل لي اظهار كويس، تمام. طيب انا دلوقتي لو عندي الموديل سليم سواء اي برنامج احنا عملناه، احنا مش دلوقتي مش بنتكلم في برامج ولا فاتحين لابتوب ولا فاتحين اجهزه ولا اي حاجه خالص، ايا كان البرنامج عملت موديل مظبوط 100%، ايه ده اللي هيحصل؟ اول حاجه تستفاد منه ان هو التصميم بتاعك هيطلع مظبوط، انت متفرغ لان انت تعمل تصميم كويس. يعني مش هتقعد ترسم لي خط وبعد كده تعمل تريم وفلت الحاجات دي كلها، لا، هو بيديك الادوات اللي تسهل لك ان انت تصمم كويس. طيب صممنا كويس، نحل لك المشاكل والكوردينيشن والحاجات دي تمام كويس، اثناء التنفيذ اي مشكله بتواجهنا بنقدر نحلها على الكمبيوتر قبل ما نحلها في الموقع نفسه. طيب سلمت الموديل ده للعميل، خلاص كده؟ لا مش خلاص، الموديل ما دمت انت عامله مظبوط هيقدر العميل يستفاد منه كتير جدا، اكتر من الاستفاده اللي احنا استفدناها في التصميم، واكتر من الاستفاده اللي احنا استفدناها في البناء. ازاي؟ ان هو هيبقى عارف وقاعد في مكانه كل مشكله فين، وبعارف لو في مشكله تحل ازاي، والمواسير ماشيه فين، وكل التفاصيل عنده قدامه، تمام. في حاجه اسمها البي ام اس، بيقدر يتحكم في المبنى كله ما دام معاه الموديل مظبوط. فهو ممكن هو مثلا عنده فندق فيه مثلا 100 غرفه 200 غرفه، هو قاعد في مكانه يبقى عارف المشكله فين، يجي له كده بالشسانه العميل بقى يتصل بيها ازاي ويقول له الو ده التكييف بايظ، ده الميه الراجل سابها ومغرقها الحته، لا كل المشاكل دي وقعت في مكانه، حاجه تنور في مشكله في المكان الفلاني ابعت حد يصلحها، تمام. فدي حاجه من ضمن الحاجات الكويسه. دلوقتي لو انا عادل عند الموديل مظبوط، ممكن اعمل حاجه اسمها ان انا اضيف عليه البعد الرابع، البرامج اللي هي الريفت والارشكاد والحاجات ديت، الحاجات دي كل دي بتضيف لي، يعني مجرد بس بتعمل موديل. انما البعد الرابع اللي هو ايه، ان انا ابقى شايف المبنى وهو بيتبني. يعني ايه؟ يعني انا عندي الموديل مظبوط، الموديل ده 3D، فعشان ابدا اضيف عليه الزمن بحيث ان هو يبدا يتكون قدامي، ان انا وانا قاعد كده الاقي الدور الاول اتبنى، الدور الثاني، الدور الثالث، كل دور بيبدا يتبني قدامي. الاوعاد بتظهر الاول، وبعد كده حاجات العمدان، وبعد كده يظهر الارضيه، يظهر الحوايط، يظهر الشبابيك، الحاجات دي كلها. فدي كويسه جدا، مش مجرد ان انا بستعرض عضلات قدام العميل، او ان انا بوري حاجه شكله حلو فيمضي معايا الاتفاق، وكان الحاجات دي كويسه جدا، تمام. برضه في نقطه ان انا هبقى عارف ايه اللي